وصلنا إلى مسألة رقم 21. هذه المسألة تبين حل أحمد لإحدى المعادلات، والمطلوب منا هو أن نحدد ما إذا كان حله صحيح أم أنه ارتكب خطأ ما. دعونا نرى ونفكر في كيفية حلها. إذا كان لدينا إن زائد 8 مضروبة في إن زائد 20 تساوي 110، أول شيء نرغب بفعله هو أن نوزع 8 على الإن زائد 20 وليس أن نضرب العبارة كاملة. وتذكروا ما نقوم به هو ترتيب العمليات، فيكون الضرب أولا، نحن نقوم بتوزيع 8 فنحصل على 8 إن زائد 160 تساوي 110. وزعنا 8 ضرب إن و 8 ضرب 20 تساوي 160، وبالفعل أرى تناقضا بين حلنا وحله. لدينا إن هنا ولدينا 8 إن، لكن هو لديه 20 ولدينا 160، لم يقم بتوزيع 8 على جميع القوس. إذن هناك خطأ، لقد فعل خطأ ما في الخطوة الأولى، وللأسف جميع ما قام به بعد ذلك بسبب هذا الخطأ كان خاطئ. المسألة 22، متى تكون الحالة صحيحة؟ معكوس العدد أقل من العدد الأصلي. حسناً، أعني أنه إذا كان لدي عدد سالب، عكس السالب هو موجب، إذن لن يكون أقل. لكن إذا جعلت عدداً ما موجب، بالتالي عكسه سالب وهو أقل منه، لأن السالب أقل من الموجب. إذا قلنا أن X أكبر من صفر، بالتالي فإن سالب X أقل من X. وإذا افترضنا أن X موجب، إذن الجملة صحيحة للأعداد الموجبة، والخيار هو C. إنه ليس غير صحيح تماما، أعني أننا قد وضحنا حالة وكانت صحيحة. إذا كان لدي موجب 3 فسالب 3 أقل منها، الحالة B صحيحة دائما. إذا بدأنا بسالب 3 عكسها سيكون أكبر، العكس سيكون موجب 3، ودي الحالة تكون صحيحة للأعداد السالبة وهي ليست كذلك، العكس هو 3 وهذا أكبر من سالب 3. مسألة 23، ما هو تقاطع Y للتمثيل البياني؟ حسناً، دعوني أرى مسألة 23. المعادلة هي 4X زائد 2Y تساوي 12. فإذا أردت تمثيل هذا الخط عندما يقاطع محور Y وليس تقاطع Y، والنقطة هنا عبارة عن إحداثي Y، حسناً إحداثي X سيكون على X تساوي 0، إذن النقطة تكون 0 مع تقاطع Y. أبسط شيء يمكن أن تفعله هو أن تقول عندما X تساوي 0 فكم تكون Y. نعوض 4 مضروبة في 0 زائد 2Y تساوي 12، إذن لدينا 0، نحصل على 2Y تساوي 12، Y تساوي 6، وهذا هو الخيار C. كل ما يودون معرفته عن هذا الخط، عندما X تساوي 0 كم تكون Y، هذا هو تقاطع Y. المسألة التالية، حسنا تم إعطاؤنا تمثيلا بيانيا وقيل لنا، دعوني أنسخ وألصق هذا. حسناً، نسخته.
حسنا، أي معادلة هي التي تم توضيحها في الرسم البياني التالي؟ إذا أولا دعونا نجد معادلة هذا الخط الآن. ما هو تقاطع الواي له؟ فعندما x تساوي 0 فإن y تساوي سالب 1، إذا وضعناه في نموذج تقاطع الميل. في الحقيقة أي خط عبارة عن y تساوي mx زائد b، حيث أن m هو الميل، b عبارة عن تقاطع y. هنا عندما x تساوي 0 فإن y تساوي سالب 1، إذا تقاطع y هو سالب 1، أي أن b تساوي سالب 1. نحن نعلم أن y تساوي mx ناقص 1. والآن علينا أن نجد الميل، والميل عبارة عن التغير في y على التغير في x. لنفترض أن التغير في y على التغير في x يساوي، دعونا نرى، عندما أقوم بزيادة x بمقدار 2 تزداد y بمقدار 1، وعندما يكون التغير في y هو 1 تتغير x بمقدار 2. ويمكن أن نقول عندما تزيد x بمقدار 4 إنني أنتقل بمقدار 4 وحدات، ستزيد y بمقدار 2. التغير في y على التغير في x يساوي 2 على 4 ويساوي 1 على 2. بأي طريقة نحن نعرف الميل؟ الميل هو التغير في y على التغير في x. إذا معادلة الخط هي y تساوي 1 على 2x ناقص 1. هذه هي معادلة الخط. الآن المطلوب أن نعرف ما هي المعادلة. أولا لدينا هذه المساحة الرمادية، ولدينا هذا الخط، وهذا يعني أنها ستشمل الخط. أما إذا تم رسم خط منقط فهذا يعني أنها لن تشمل الخط، لكن بما أنه تم شمل الخط فستكون إما أكبر من أو أقل من أو تساوي، إنها تساوي لأننا شملنا الخط. لكن فكروا بها، خياراتنا هي y أكبر من أو تساوي 1 على 2 x ناقص 1، أو y أقل من أو تساوي 1 على 2 x ناقص 1. فكروا الآن في أي قيمة ل x. دعونا نفترض أن x تساوي 2، إذا عوضناها في هذه المعادلة عندما x تساوي 2 سنحصل على y تساوي 0، وهذه هي النقطة على الخط. الآن هل المساحة الرمادية تعبر عن جميع قيم y التي أكبر من 0 أو جميع القيم التي أقل من 0؟ حسنا، بكل وضوح إنه جميع قيم y التي أكبر من 0، جميع قيم y الأعلى من 0 التي أفرغت في هذه المعادلة. المعادلة أو هذه المساحة هي y أكبر من أو تساوي 1 على 2 x ناقص 1. وهناك طريقة سهلة لملاحظتها، إنهم يشملون الخط، إذن سأقول إنها تساوي، ثم ستكون إما أكبر من أو تساوي أو أقل من أو تساوي. وبما أنها المساحة الواقعة أعلى الخط فستكون أكبر من أو تساوي، وهذا هو الخيار دي. إذن الخيار دي. المسألة التالية، مسألة رقم 25، إنها واحدة أخرى، وأعتقد أنه من المنطقي أن أنسخها وألصقها. إنها مسألة كبيرة. حسناً، ما هو أفضل تمثيل للمعادلة y تساوي 2x ناقص 2؟ إذن الميل هو 2، إنه موجب 2، وتقاطع y هو سالب 2. إذن من السهل ملاحظة تقاطع y. هنا تقاطع y هو سالب 2، هذا صحيح، وهذا يساوي سالب 2 أيضاً.
هنا تقاطع واي في كلاهما هو موجب اثنين، إذن لا أحد منهما سيكون التمثيل الصحيح، أليس كذلك؟ إنه يقاطع محور واي على النقطة موجب اثنين، لكننا نعلم أن تقاطع واي هو سالب اثنين. أين ذهب؟ هيا بنا، نحن نعلم أن خيارنا سيكون واحد من الاثنين أعلاه، إما سي أو A، أي منهما يملك ميلا موجبا، الميل موجب اثنين. حسنا، في الخيار A عندما أنتقل إلى اليمين بمقدار اثنين سأنتقل إلى الأعلى بمقدار أربعة. أي التغير في Y على التغير في X، أذهب للأعلى بمقدار أربعة. عندما أنتقل على X بمقدار اثنين، إذن الميل هو اثنين، بالتالي ميل هذا هو اثنين، أي الخيار A. وحتى نرى لماذا لا ينجح الخيار C أو نجد الميل، فكروا بهذه الطريقة. دعوني أبدأ عند نقطة عشوائية، إذا زدت قيمة X بمقدار اثنين ماذا سيحدث لقيمة Y؟ ستزداد بمقدار اثنين أو ستقل بمقدار اثنين، نقصان بمقدار أربعة، نقصان بمقدار ضعف النسبة أي بمقدار أربعة. في هذه الحالة التغير في Y على التغير في X، عندما X تساوي 2 سنزداد بمقدار 2. ماذا حدث لY؟ لقد قلت بمقدار 4، إذن الميل هنا هو سالب 2. يمكنك أن تلحظه لأنه انتقال من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين، إذن سيكون عدد سالب، لكن أبسط طريقة أتبعها دائما هي أن أرسم هذه الأسهم. حسنا، عندما تزداد X ستقل Y، إذن هذا الانتقال يكون لميل سالب، دعونا نفعله. إذن الإجابة A. المسألة التالية، حسنا، تم إعطاؤنا واحدة أخرى من هذه، حيث تم تضليل رسم بياني، إنها جيدة، الحمد لله، إنني قمت بقصها ولصقها. حسنا، حسنا، إذن السؤال الآن، أي معادلة تمثلها المساحة المظللة؟ ومرة أخرى سأكون جيدا حتى أجد معادلة هذا الخط. يمكننا أن نقول مباشرة تقاطع Y هو 2. حسنا، ما هو ميله؟ عندما تزداد X بمقدار 1 ماذا سيحدث لي Y؟ Y ستقل بمقدار 3، صحيح؟ إذن تقاطع Y يساوي 2، B تساوي 2، لقد أوجدناها، الميل يساوي التغير في Y على التغير في X. عندما تزداد X بمقدار 1 التغير في Y هو سالب 3، يقل بمقدار 3، الميل يساوي سالب 3. معادلة هذا الخط هي Y تساوي سالب 3X زائد 2، أي MX زائد B. وإذا نظرت إلى الخيارات قد أجده مختلفا قليلا عن ذلك، لكن دعونا نرى ما هي المعادلة. أولا ستكون إما أكبر من أو تساوي أو أقل من أو تساوي، وقلنا عبارة أو تساوي لأنها مشمولة ضمن الخط، إذن دعونا نفكر بها. إذا أخذنا أي X، إذا افترضنا أن X تساوي 2، بالتالي ووفقا لهذه المعادلة نسبة إلى هذا الخط Y ستساوي سالب 4. الآن نشمل قيم Y التي أكبر من تلك القيمة، أو أننا نشمل قيم Y التي أقل من تلك القيمة. حسنا، سنشمل القيم التي أقل من تلك القيمة المعطاة لـ X. إذن Y أقل من أو تساوي ناقص 3X،
زائد 2، ويمكنك أن تلحظ ذلك. يمكن أن تقول أن هذا أسفل الرسم، إذن هو أقل من أو يساوي، وهذه المساواة لأنه مظلل في الخط. فإذا كان خط منقط ستكون العبارة أقل من فقط. مرة أخرى، هذه ليست الصيغة الدقيقة التي لدينا هنا على نفس الجانب. لقد وضعت جميع قيم x و y، يمكننا فعل ذلك لطرفي المعادلة. دعونا فقط نضيف 3x. 3x زائد y أقل من أو تساوي، على هذا الطرف يتم حذفها. إذن 3x زائد y أقل من أو تساوي 2، وهذا هو الخيار A. لقد انتهى الوقت، أراكم في العرض التالي.